أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أقترض من شخص مالا وأنا أعرف أنه من ربح القمار؟ ما دام تعرف أن هذا المال حرام فلا يجوز لك أن تقترض منه، لأنه حرام وليس ملكا له. الحرام ليس ملكا لمن هو بيده. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.